رحبوا معنا بأساتذة مذيع العرب الأستاذ بسام براك، أستاذ اللغة العربية الفصحى. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير، ومن له لفضة فوق للأستاذ خالد بالفصحى أكيد ولفضة صوتك. نعم، طبعا اللغة العربية الفصحى هي شيء أساسي جدا بالنسبة لأي مذيع ولأي مقدم. نعم، كيف برأيك كان أداء المشتركين بالنسبة لهذا الموضوع، وشو بتنصحهم يضلوا يحسنوا من اجتهادهم بهذا المجال؟ خلينا نقول أن اللغة العربية هي ليست اللغة فحسب، إنما النطق باللغة، معرفة مخارج الحروف، حسن استخدام الصوت مع اللغة العربية. يكفي أن نقول نحن في برنامج مذيع العرب، يعني برنامج تم اختيار مرشحين للفوز فيه من 22 دولة عربية، فكيف بده يخاطب وكيف سيتكلم إلا من قلب لغة الضاد ليصل إلى قلوب المشاهدين؟ كل مذيع رح يكون غدا هو مذيع البكرة، مذيع العرب، يجب أن يتكلم باللغة الفصحى ويدمجها مع اللغة الأم يلي عنده. بقدر أقول لك أنه من بين المجموعة يلي كانت موجودة أنا فوجئت إيجابيا بأن الغالبية تنتمي إلى هذه اللغة، تعشقها وبتحب أنها تتلمذ عليها. لكن يسمحوني الشباب، لا، الصبايا كانوا أفضل بين هلالين من ناحية اللغة العربية. واللي بدي يضيفه بعد إنه هذه اللغة حتى يقدروا يوصلوها لازم يسمعوا أكثر ويقروا أكثر وينطقوا بها ويعرفوا الحرف، إنه بيطلع مرات من الجوف ومرات من الشفا ومرات من اللسان. وبتمنى على البرنامج عندما سيتكرر لكثرة نجاحه إنه كل أسبوع يكون في نشرة أخبار بالفصحى للتباري للتقدم بين فئات التباري، لأنه من خلالها بتبين الثقافة اللغوية، ثقافة الصوت واستخدام اللفظ وحسن الحضور. وبقول مبروك للجميع، لأنه بالفعل أثبتنا إنه اللغة العربية موجودة ببرنامج مذيع العرب. شكراً.